هذا فعلا هو كان استثنائي قوت عنبر ذاك العام بذاك النجاح ديالو، لان كانت فيه واحد الخدمه اكتملت جميع العناصر باش يكون عمل ناجح صراحه، وداك النجاح كان ديالو باهر. وفعلا انا رد لي الاعتبار كممثل وبينت فيه القدرات ديالي، وكرس كما قلت لك هذيك الصوره ديال الانسان الشرير. ولكن في هذا المسلسل كنتمنى انني نعطي واحد الصوره مغايره، واحد الدور اخر من الناحيه النفسيه ومن الناحيه الاجتماعيه ديالو. والدور ديالي هو من الادوار الرئيسيه ديال الشخصيه ديال بوشعيب، هو بالنسبه لي شخصيه جديده لانني كنلعب داك الانسان الطيب اللي كتحيد واحد الصوره كانت تكرسات شويه عند المشاهد المغربي بانني مختص في الادوار شويه الشريره ديال لونتاغونيس. دور ديال بوشعيب هو صديق ديال واحد الشخصيه محوريه في المسلسل ديال ميلود اللي هو رب واحد الاسره، وهو عشرة عمر وانا دائما بجنبه كنساندو في حل المشاكل اللي كتجي مع توالي الاحداث ديال المسلسل. كاين تحدي كبير فعلا لان هذا الدور من الادوار البسيطه ماشي دور مركب، وهنا كتكمل الخطوره ديالو. ملي كتعود انك تلعب ادوار مركبه من الناحيه النفسيه والاجتماعيه ديالها، هذا صعوبته في بساطته، وهذا الشيء اللي طلب مني واحد المجهود كبير. مي على مستوى الكتابه كيسهل علينا الاداء، وحتى ظروف الانتاج جد محترمه، والاداره ديال الاخراج كنتمنى ان شاء الله يحالفنا التوفيق. احنا دائما كنخرطوا في عمل كنخرط فيه بالقلب وبالروح. تجربة متواضعة ديالي مع مجموعة الأعمال أن العمل متوفرة فيه جميع الظروف باش يكون عمل ناجح. أولا نص 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 مكتوب بحرفية كبيرة، وكيطرق واحد العوالم جذابة بالنسبة للمشاهد المغربي. ظروف الإنتاج متوفرة من الجانب الفني كإخراج، وداك الشيء متوفرة. في نهاية المطاف دائما كنقولوا على الله يكون داك الشيء كما حلمنا به. كتشوف ردود الافعال دائما بشكل مباشر مع وسائل التواصل الاجتماعي سواء على الفيسبوك ولا الانستغرام، كتتيح لك التواصل مع الجمهور. انا كنخجل بعض المرات من الكم ديال الرسائل والله، ولا حتى اللقاء مع الناس زعما كيجبروا لك الضرر احيانا، واخا كنت قلت ولاد السنوات يمكن ما كنتش كناخذ حقي في التلفزيون المغربي. التعليقات زعما والله الا ملي كتفكرهم كيفاجئوك الناس احيانا بالحب ديالهم، كيخليك تنسى كل شيء، وكتعرف بان العمل اساسه الاجتهاد، وبان الله كينصفك غادي ينصفك ما فيهاش شك.